بشرى عبدو، مديرة جمعية تحدي المساواة والمواطنة. اليوم أنا حاضرة مع شباب أوبن شباب في واحد اللقاء حول العنف الرقمي وأية حماية للنساء والفتيات منه. دونك كان اللقاء بالنسبة لي لقاء جد مثمر، نظرا لأن كان لقاء تفاعلي، لقاء اللي فيه أسئلة وأجوبة، لقاء اللي فيه دوطخ انفورماسيون كذلك لغنات هذا اللقاء، لان كما تنعرفوا ان العنف الرقمي هو عنف جديد، عنف مخيف، عنف خطير جدا. وكان من الافيد اليوم ان الناس يستفدوا من هذا العرض، ويستفدوا كذلك من تجارب الجمعيه تحدي المساواه والمواطنه وكيفيه الحمايه من هذا العنف. كذلك تكلمنا على الجانب القانوني، وتكلمنا بشكل مستفيض حول قانون 113، وتكلمنا على خلايا التكفل بالنساء والاطفال في وضعيه صعبه. اللي كان من الحويجات الايجابيه والجميله جدا في هذا الجروب تاع اليوم هو ان كان التفاعل، وكان نقاش، وكان دي تيموانياج، وكذلك كان حوار مباشر. ما كانش لقاء اكاديمي ولا لقاء اللي فيه معرفه فرديه، بل كانت معرفه جماعيه للجميع.